أسعد الله، أسعد الله أوقاتكم بجمال الحياة ولذة الحياة، وأرزاق الله تعالى لا تعد ولا تحصى مراحل التدهور الصحي البشرية. أولا، المخلوق البشري يبدأ تكوينه بداخل رحم أمه. ثانيا، يتشكل رحم الأم كيسا هوائيا، وتبدأ السوائل من جسم الأم تتجمع وتنتقل عن طريق الدورة الدموية من خلال بلازمة الدم الذي يشكل نسبة 92% من الماء، وكمية من الأكسجين أي الهواء النقي باللغة العامية عن طريق كريات الدم الحمراء بداخل الهيموغلوبين. فالهيموغلوبين ينقل الأكسجين إلى الرئتين والخلايا موجودة بداخل الدورة الدموية بالدم الإنسان، وكمية من الهيدروجين في الدم، والهيدروجين المعرف عموما ببخار الماء الساخن، وكمية الطاقة في الدم التي تكون في حدود 40 درجة مئوية. دم الإنسان غالبا دائما يظل على 40 درجة مئوية حتى يستطيع يوصل الطاقة للخلايا، وأيضا حتى لا تتراكم الدهون الموجودة بداخل الدم حتى تسبب الكوليسترول وأمراض الشبيهة بذلك. فالهيدروجين يلعب دور كبير جدا بداخل دم الإنسان كناقل محرك لدم الإنسان. فكما اكتشف العالم الأمريكي الراحل ألبرت زجوجي حائز على جائزة نوبل، هو في الكيمياء الحيوية من أصل المجر، الذي اكتشف أن لا تتحرك أي من الذرات إلا أن يرافقها الهيدروجين. ثالثا، تنتقل كل من هذه المواد الطبيعية الأساسية الأربعة تحديدا، الماء والطاقة والأكسجين والهيدروجين التي أسلفنا ذكرها، وهي تمثل الوقود الطبيعية للجنين. فنمو الجنين بدأ من الخلية مرورا إلى أكثر وصولا إلى أكثر من 50 إلى تريليون خلية عند وقت الولادة، 50 إلى 70 تريليون خلية يتكون الطفل عند وقت الولادة. كل ذلك هذه مرحلة النمو الخلايا، أي نمو الطفل تكوينه بجميع مراحل خلقه واكتمال خلقه، معتمدة من الدرجة الأولى على مدى توفر سائل الأمنيوسي، وهو سائل الرحم، وهو تحديدا ماء ساخن، بحيث نسبة الماء فيه سائل الرحم 99% من الماء، وتظل هي نسبة ضئيلة جدا 1%، مادة بروتينية وكولاجينية وغير كولاجينية، وهي مادة تغذية للطفل داخل رحم الأم. وبذلك الطفل يتغذى من نسبة واحدة فقط بالمئة، بينما النسبة الأخرى هي كلها ماء صافي. أما درجة حرارة سخونة هذا الماء هو السائل الأمنيوسي، نسبة درجة الحرارة اللي فيها تحديدا 37.5 درجة مئوية، أي ساخنا وليس فاترا وليس حارا وليس باردا وليس مثلجا وليس مغليا، ساخنا، إذن ماء
ساخن. رابعا، تبدأ مراحل الخلقة والتكوين للجنين من خلية فقط وتنمو بسرعة فائقة. أثناء مراحل خلقه وتكوينه ونموه خلال 24 ساعة متواصلة، وطوال فترة نموه من نطفة ثم مضغة ثم علقة ثم لحم ثم عظام حتى اكتمال خلقه على امتداد فترة النمو والخلقة. خامسا، وأثناء مراحل اكتمال خلق الجنين تتوفر جميع هذه الوقود الطبيعية لدى الجنين. بمعنى آخر، إن استنزف أي واحدة من هذه الوقود الطبيعية الأربعة تحديدا من الماء والطاقة والأكسجين والهيدروجين وجميعها من مصدر وحيد الماء الساخن الحقوى، إذا حدث أي نقص فهنا يبدأ تدهور وضع صحة الجنين، وأيضا ممكن ذلك يؤدي إلى خطر صحة الأم أيضا. سادسا، يولد هذا المخلوق العظيم حاملا مهاما دنيويا ويتفجأ بعالم العجائب، فتكون أول رسالته متحدثا بلهجة متسائلا: أين تلك الوقود الطبيعية التي اعتمدت عليها خلال مراحل خلقي وتكويني؟ بل لهجته لا يعرفها الإنسان البالغ الذي يحط بالطفل المولود، وبالتالي هذا الطفل يواصل نموه مع تقدم في العمر ولم يتعلم تلك اللهجة، فيتحول السؤال إلى أول غضب يتعرض له الطفل بصراخ وبكاء فور ولادته، وهذا هو السبب الصراخ والبكاء للطفل مجرد يأتي إلى الدنيا، فهو يتساءل ولديه لهجته، لكن هذه اللهجة لا يعرف المجتمع المحاط له، لا الأم ولا الطبيب ولا المجتمع، فالطفل ينادي وينادي بسبب أنه أتى إلى عالم غريب، فهو في مرحلة 9 أشهر وهو ينمو بداخل رحم الأم وهو محاط بهذا الحوض الكامل، وهو تحديدا الماء الساخن الحاكوى، كلمتين hot أكوى من الإنجليزي hot ساخن وأكوى من اللاتينية أي ماء. سابعا، ومن هنا تبدأ المعاناة الدنيوية البشرية خلال فترة مراحل نمو الطفل، وحيث أن المولود ملاكا على شكل إنسان فيتقبل كل ما تقدم له أمه والمجتمع المحيط به من الحليب وما إلى ذلك مع مرور زمن، وكل من الشراب والمأكل. بذلك هذه رسالة للأمة البشرية أجمع دون أي قيد أو استثناء. حان الآن بعد ظهور هذا الطفرة العلمية عن الحاكوباثي باعتباره المصدر الوحيد والاستثنائي في خلق وتكوين كل إنسان، على ولا ذلك هو المصدر الوحيد والاستثنائي في جميع الكائنات الحية على الكرة الأرضية، أي معنى آخر لا يوجد أي مخلوق مهما كان من النبات والحيوانات والحشرات والأشجار والطيور وإلى ذلك، وعلى رأسي هذه كل المخلوقات وهو أيها المستمع أيها المشاهد، فأنت وأنت المخلوق الأعظم. حان الآن وقت التغيير ليبدأ من الذات، عندما تأتي إليك هذه المعلومات
وتقتنع، لأن كلها تنسجم وتنطلق من العلم بكل حقائقه دون أي تمييز أو استثناء، لتبدأ صفحة التغيير نحو حياة بشرية أفضل والإنسانية وتعايش السلم البشري. فالصحة تاج لكل إنسان، وعندما الإنسان ينعم بالصحة تحديدا صحة مثالية الجسدية العاطفية العقلية الروحية الاجتماعية منطلقة من هذه النعمة الربانية الطب الحكوباثي، وبالتالي يتغير نمط حياته، يتغير وهو ينعم بصحة كاملة بعيد عن الأمراض، ويشفى من المرض إن أصيبه بأي مرض مهما كان، وبعيدا وتعقل مع تغيرات متغيرات الحياتية، والتعقل مع ضغوطات الحياتية، والتعامل مع الآخرين بصفة إنسان مخلوق بالأخلاق التي بالأساس أنعمت به وكذلك حسن التعامل مع الآخرين، وفهم بأن الناس كل جميعها تجمعهم ثلاثة مبادئ أساسية لتوحد البشرية أجمع على الكرة الأرضية في الحاضر وفي الماضي ومنذ جميع تاريخ البشرية وهكذا المستقبل. أولا مبدأ الخلق ومصدره، فكل إنسان مخلوق وليس مصنوع، وكل إنسان مر بمراحل نمو بداخل رحم الأم دون أي استثناء، وكل إنسان اكتمل خلقه وهو محاط بالسائل الأمنيوسي وهو ماء ساخن على الحكوى باثي، يلعب دور كبير. إذن لا يوجد أي فرق بين إنسان وإنسان آخر. ثانيا التكويني الجسدي والروحي، 99% تقرب البشرية في الحمض النووي البشرية 99.9، أنف واحد، عينين، رأس واحد، قلب واحد، رئتين، وإلى آخر جميع الأعضاء، جميع كل مكونات الإنسان متشابهة. تظل هي فرق، الفرق فقط 0.1% من حيث التغيير في اللون، وهي التغييرات الاختلافات الطفيفة جدا. أما التكوين الروحي فيتمثل نسبة 100% متقربة بين جميع البشر. الأرواح البشرية منسجمة وموحدة فيما بين جميع البشر، لأن آتيا من خالق واحد، نفخ الله تعالى على الإنسان من روحه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.